الحين راح نبدا بالاساس واللي هو كما يسمونه برايمر. زين تاخذ البرايمر وهو هذا وظيفته انه يكون يخلي الفيلر اللي هي الامر الثاني اللي بعد البرايمر يخلي قوه التصاقه تكون اكبر. فنستخدم الحين هني البرايمر مثل ما نشوف نلاحظ ان الصباغ اول ما يخلي الروله تروح على فوق ما تنزل على تحت. اختيارك للمقاول الصحيح يعطيك عملا متقنا ونتائج رائعة ويجنبك الوقوع في أخطاء جسيمة.